في الحلقة السابقة رأينا تايكي والبنت التي هو معجب بها وكيف كان يحاول أن يتحدث معها. بعدها وجد أن والدته وأم تلك البنت كانوا يلعبون مع بعضهم البعض في نفس فريق كرة السلة. بعد ذلك عرف أنها سوف تسافر خارج البلد، لكن عندما تحدث معها فهم أن عائلتها هي التي سوف تسافر خارج البلد وهي سوف تبقى مع إحدى العائلات. والمفاجأة كانت أن تلك العائلة التي سوف تبقى معها شيناتسو هي عائلة تايكي. وفي هذا المقطع سوف تكون تتمة للأحداث، لهذا لو لم تشاهد الجزء السابق عليك مشاهدته قبل أن تشاهد هذا المقطع. وبدون إطالة عليكم فجروا اللايك للمقطع والاشتراك في القناة لتتواصلوا بأحدث الملخصات، وأهم شيء صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. ويلا بينا. شيناتسو وصلت عند عائلة تايكي، شكرتهم لأنهم سوف يعتنون بها وأحضرت معها هدية بسيطة. الأب قال أنها بنت جميلة جدا، أما الجد قال أنها تذكره بالجدة عندما كانت صغيرة. بعدها الأب نظر لتايكي وقال له أن البيت أصبح حيوي أكثر الآن، لكن هو كان في عالم موازي، كان مصدوم وكان يقول أن هذا لم يكن يتوقعه أبدا. كيف سوف يتمالك نفسه وهو يرى شيناتسو بملابسها العادية ويراها تقف مع أمه في المطبخ وتأكل معهم على نفس الطاولة؟ هذا أكثر مما قد يتحمله. لهذا هو كان غارق في غرفته من شدة الصدمة التي وقعت له، وكان يقول مع نفسه كيف يمكنه أن يعيش الآن مع شيناتسو لمدة سنتين. هو لم يتحمس أو يشعر بضغط في حياته إلا عندما يصل إلى تصفيات ربع النهاية الخاصة بالبطولة المدرسية، أما العيش معها فهو يعتبر ضغط على المستوى الأولمبي. فجأة هي جاءت عنده لغرفته وقالت له أن أمه تقول بأن الحمام جاهز لو كان يريد أن يلتحم. هو عندما رآها أخذ كتاب عشوائي كان أمامه وبدأ يقرأه لأنه لم يتحمل النظر لها، فهي كانت ترتدي ملابس منزلية وكذلك قد خرجت من الحمام أخيرا ورائحتها جميلة جدا. هو قال لها أنه سوف يذهب بعد قليل، لكن هي جاءت إلى جانبه وقالت له هل هذه مجلة سونينجوم لهذا الأسبوع؟ وقالت له أنها لم تمتلك الفرصة لقراءتها بسبب انتقالها، لكن هي كانت قريبة منه كثيرا حتى أنه استطاع شم رائحة الشامبو التي استخدمته. لهذا بسرعة أغلق المجلة وقال لها أنه سوف يعطيها لها إذا أرادت. هي أخذت المجلة وكانت سعيدة جدا بها. هو تفاجأ من ذلك وسألها عن السبب لترد عليه أنها كانت تفكر في أن لديها حظ جيد لأن العيش مع زميل لها تحت سقف بيت واحد مربك للأعصاب، بالرغم من أن والديهم أصدقاء إلا أنها لم تقابل والديه إلا بعض المرات، لهذا وجوده هنا معها ورؤيته يتدرب صباحا يعطيها مجلة سونينجوم. كل هذه أمور تجعلها تشعر بالطمأنينة. بعدها نهضت وقالت له تصبح على خير، لكن هو في تلك اللحظة دخل الاكتئاب، أحد من الاكتئاب الذي كان فيه، كان يشعر بالذنب. بعدها قرر أنه رجل لهذا عليه أن يتحمل، فكل شيء سوف يمر في نهاية المطاف، لهذا قرر أن يذهب لكي يستحم. بعدها في الغد في المدرسة كان يتدرب مع صديقه، لكنه كان يتغلب عليه أكثر من المعتاد، لهذا كيو سأله عن سبب هذه الطاقة المفاجئة وسأله هل حدث شيء ما، ليرد عليه هو وقال أنه سعيد لأنه سعيد، ليرد عليه كيو أن هذا غير مهم لكن عليه أن يجعل هذا الأمر سر لأنه لا أحد يجب عليه أن يعلم بهذا الأمر. لكن تايكي لم يفهم السبب، ليقول له كيو انظر حولك، لكن هو نظر لشيناتسو وكان يقول أنها رائعة، لكن كيو قال له أن ينظر للجهة أخرى، لكن تايكي لم يفهم، ليقول له كيو أنه قال من قبل أن شيناتسو محبوبة عند الجميع، لهذا إذا اكتشفوا الأمر سوف يتعاملون معه بشكل سيء، سوف يكون دائما تحت أنظارهم. وهو عندما تخيل ذلك شعر بالرعب، لكن عليه أن يستغل ذلك ويطور من نفسه، لأنه حتى لو كان هذا الأمر بسبب عائلتها إلا أنها جاءتها الفرصة للعيش معه. لهذا في نهاية المطاف سوف يتوعدان، لكن تايكي قال له أن ذلك لن يحدث أبدا لأن البقاء في اليابان كان بقرار منها وذلك يتطلب قدر كبير من العزم، لذلك هو لا يريد أن يجعل من حبه لها ذريعة ويسألها للمواعدة، فهذه ليست الطريقة التي يريدها، بالإضافة إلى أنه فكر أنه يريد الذهاب للبطولة العليا وإذ لم يفعل ذلك فلن يكون جيد كرفيق لها. لكن كيو تفاجأ من الأمر لأنه يريد أن يذهب للبطولة العليا وهو في السنة الأولى، وهذا أمر نادر ما يحصل. بعدها صديقه تعب لهذا هو أكمل اللعب مع شخص آخر. بعدها جاءت تلك البنت هنا وسألتها عن سبب الذي يدفع تايكي للعب بدون استراحة، ليقول لها هو أنه عندما يقرر أن يحقق هدف فهو يذهب إليه بدون توقف، لكن هي لم تفهم الأمر. ليقول لها أن تايكي يريد أن يصل للبطولة الوطنية وهي كانت سعيدة بذلك. ليقول لها كيو أن الأقوياء يكونون دائما صريحين مع أنفسهم تجاه أهدافهم مهما كانت كبيرة. بعدها في المنزل هو كان يتدرب والتدريب كان صعب، لكن كان يقول مع نفسه أنه يجب عليه أن يبذل الجهد أكثر لأنه بمستواه الحالي الذهاب للبطولة الوطنية يبقى حلم فقط. لكن فجأة وجد أن شيناتسو واقفة أمامه،
سألت عن الشيء الذي يشاهده ليقول لها أنه يشاهد نفسه وهو يلعب لكي يتحقق من الأخطاء التي يرتكبها. لتقول له هي أنها تريد المشاهدة. هذا أمر كان مفاجئ له ومحرج أيضا، لكن هي أصرت عليه وقالت له أنه لا داعي للإحراج، فهي دائما تراه يلعب. هو في تلك اللحظة قال هل حقا هي تشاهدني وأنا الذي كنت أظن أنني فقط من يشاهدها؟ بعدها أخذت الهاتف من يده وبدأت تشاهد مقاطع الفيديو التي سجلها وقالت له أنه رائع، هو سريع جدا في الاستجابة لكرة الريشة. لكن هو قال لها أنه على العكس تماما، هو بطيء جدا لأنه إذا لم يتحرك بسرعة الكافية لكي يضرب الكرة سوف تنخفض قوة الضربة، وبهذا المستوى من المستحيل أن يصل للبطولة الوطنية. لكن بعدها هو شعر بصدمة لأنه قال شيء لم يكن عليه أن يقوله، وهي قالت له هل تريد أن تصل للبطولة الوطنية؟ لكن هو قال لها أن عليها أن تنسى ما قاله، وقال مع نفسه أنه كان يريد أن يتحسن قبل أن يخبرها بهذا الأمر. لكن هي قالت له أنه يريد الذهاب للبطولة الوطنية. هو حاول أن ينفي ذلك، لكن هي قالت له ألن تذهب وأنت الذي قلت لي بأن أذهب للبطولة الوطنية؟ لكن هو اعترف بالأمر وقال مع نفسه أنه دائما ينتهي بها المطاف بجعل نفسه سخيف أمامها. هي قالت له أن ينتظرها، ذهبت لغرفتها وعادت معها شريط وقالت له أن هذا الشريط صنعته عندما قررت أن تبقى في اليابان، وهو يذكرها بحلمها ويعطيها القوة لتجعل حقيقة، وإذ لم يكن يمانع هي هديه له. هو أخذه وشكرها على ذلك وكان سوف يطير من الفرح لأنها هدية مميزة من بنت مميزة وسوف يعتز بها للأبد. لكن هو ربط ذلك الشريط بشكل خاطئ، لهذا هي أعادت ربطه بالطريقة الصحيحة وقالت له من فضلك اذهب للبطولة الوطنية. هي أيضا لديها واحد ترتديه مشابه للذي يرتديه هو. بعدها قالت له تصبح على خير وذهبت لغرفتها. هو بقى مكانه مصدوم فقط وقال أنه سوف يبذل كل جهد ليصل للبطولة الوطنية. لكن المشكلة الكبرى الآن هو أنه أصبح يحبها أكثر من قبل. بعدها في الغد استيقظ في وقت باكر بالرغم من أنه يوم عطلة إلا أنه سوف يذهب للمدرسة وكل ذلك لكي يتدرب. شيناتسو قالت له هل سوف تذهب في هذا الوقت الباكر بالرغم من أننا في العطلة؟ ليقول لها هو أنه شخص متواضع جدا، لهذا يجب عليه أن يتدرب بشكل أكثر قوة وعليه أن يستعد لأن البطولة لم يبقى لها سوى أشهر قليلة. هي ابتسمت وقالت له رافقتك السلامة. هو خرج وكان يفكر مع نفسه أن هذا يبدو كما لو أنهما متزوجان. بعدها ذهب لصالة الرياضة وبدأ يتدرب. هنا عندما رأته يتدرب بكل هذا العزم قالت له هل حدث شيء بينك وبين تلك البنت؟ هو فاجأه سؤالها، لهذا ضرب وجهه مع رجليه وبدأ يتدرب، لكن هي تلحق به في كل مكان وتسأله ما الشيء الذي حدث، وهو كان يقول مع نفسه أنه إذا اكتشفت هي الأمر فسوف تصبح فوضى كبيرة، الكل سوف يعلم بذلك، لهذا يجب عليه أن يبقي الأمر سر. لكن فجأة هو التقى بشيناتسو وقد أحضر معها المحفظة الخاصة به لأنه نسى المحفظة في المنزل. هو شعر بالصدمة في تلك اللحظة حتى أنه صرخ وحاول أن يتدارك الأمر وقال لها أنه كان يظن أنه لن يجد هذه المحفظة أبدا وشكرها لأنها وجدتها وأحضرتها له. لكن شيناتسو فهمت الأمر وقالت له على الرحب والسعة، لكن كان يبدو عليها أنها انزعجت قليلا وكان يقول هو هل هو تصرف الآن بالشكل الصحيح أم بشكل خاطئ. لكن هنا كانت في عالم موازي وقالت له أنه استطاع التحدث معه وهذا يعني أنه نضج. بعد ذلك هو حكى هذه الواقعة لصديقه كيو الذي قال له أنه لن يلومه، لكن كان عليه أن يخبرها بأن هذا الأمر سر بينه وبينها، وغالبا هي تظن الآن أنه يخجل من العيش معها أو أنه لا يريد أن يساعدها. تايكي في تلك اللحظة شعر بالتشنج في عقله لأن هذا عكس ما كان يتوقعه. بعدها جاء المعلم وطلب منهم أن يساعده في حمل بعض الكراسي، والمفاجأة كانت أنه طلب حتى من هنا وشيناتسو ذلك، وهو حاول أن يصلح الأمر وقال لشيناتسو أنه يمكنه أن يساعدها في حمل الكرسي، لكنها قالت له أنها لا تحتاج لذلك، وهذا الأمر صدمه لأنها كانت غاضبة أكثر مما كان يتوقع. وفي الطريق هنا سألت شيناتسو هل لديها صديق مقرب أو حبيب، لترد عليها شيناتسو بأنها لا تمتلك أي صديق أو حبيب حاليا. تايكي تفاجأ من شجاعتهن لكنها لم تتوقف عند هذا الحد، بل سألتها ألا تريد أن تمتلك واحد يخرج معا ويلعب معا. لترد عليها شيناتسو بأن تركيزها الآن منصب فقط على الوصول للبطولة الوطنية. هذا الأمر صدم تايكي وقال أنه كان يتوقع هذه الإجابة. بعدها عاد للتدريبات وكان هذا الأمر يزعجه ويفكر فيه كثيرا، وهو يريد أن يخبر الجميع بأنها تعيش معه. لكن فجأة هي سقطت أثناء لعبها كرة السلة، وهو شعر بالخوف عليها لكن لم يستطع أن يذهب ويسأل عنها، لهذا بدأ ينتظر الفرصة حتى ذهبت لتغسل وجهها ولحق بها.
وسألها هل هي بخير؟ هي ردت عليه أنها بخير، لكن ألم تكن تتظاهر بعدم معرفتك لي؟ ليرد عليها هو وقال أنه آسف على ذلك. لم يكن يريد أن يتصرف بتلك الطريقة، بالإضافة إلى أنه محرج قليلا من حقيقة أنهما يعيشان معا، لأنه هي لديها تأثير كبير على الناس من حولها، وإذا اكتشفوا هذا الأمر فسوف يثيرون ضجة كبيرة، وهو كان قلق على أن يؤثر هذا الأمر على نشاط أنديتهم. لكن هي تفاجأت من أن هذا هو سبب فعلته. هو أيضا تفاجأ وقالها هل كنت تظنين أن هناك سبب آخر؟ لترد عليه هي وقالت له أنها كانت تظن أن السبب هو أن لديه مشاعر تجاه فتاة الجمباز الإيقاعي هنا. هو صدم في تلك اللحظة، لم يجد الكلمات التي قد يعبر بها. لتقول له هي أنه تظاهر بأنه لا يعرفها أمام هنا، حتى أنها كانت تفكر في أن البقاء معه في نفس المنزل قد يؤثر على علاقته، فهي يمكنها أن تنام في سقيفة أو سوف تبحث عن شقة بأجر زهيد. هو تفاجأ في تلك اللحظة وقال هل حقا كنت تفكرين في هذا الأمر؟ وكان يقول مع نفسه أنها لطيفة جدا، حتى أنه بدأ يضحك عليها وقال لها أنها غبية أحيانا. لكن المفاجأة كانت هي أن هنا رأتهم من بعيد لكنها لم تتدخل. وفي المساء قاموا باجتماع صغير، وقال لهم الأستاذ أولا مبروك لدخولكم الثانوية، ثانيا البطولة الوطنية اقتربت، لهذا سوف يقيمون اختبارات ومباريات للأعضاء لكي يختاروا أفضل الأشخاص الذين سوف يشاركون في البطولة. وأكبر عائق لتايكي هو أنه عليه أن يهزم هاريو الذي احتل المركز الثالث خلال البطولة الفائتة، لكن تايكي لاحظ أن هناك الكثير من الحضور يشاهدون فقط. ليقول لك كيو أن أغلبيتهم جاءوا لمشاهدة شيناتسو، فهي تحظى بشعبية خارقة، وهناك أيضا من جاء ليشاهد هنا والتي كانت تقدم عرض رهيب. لكنها عندما انتهت ذهبت عين تايكي وقالت له أن عليه أن يعطيها 2000 ين من أجل المشاهدة. هو سخر منها وقال لها أنه سوف يعطيها لها في الأحلام، لكن هي قالت له أنها تفهم شعوره عندما ينجذب الشخص لمنظر جميل، لكن هو قال لها أنه لا يريد أن يستمع وقال أنه عليه أن يتدرب الآن. وعندما انتهت المدرسة وفي طريق العودة قال أن شيناتسو رأته معه هنا، وبسبب ذلك أخذت فكرة خاطئة عنه، وبشكل مفاجئ ظهرت هنا خلفه ليسألها هو عما تفعله هنا لأنها تعيش في الجهة المقابلة، يعني هي ذاهبة عكس الطريق. لترد عليه هي أن معالج تقويم العظام الشهير افتتح عيادة في أزوماتشو، ليقولها هو أن تلك العيادة قريبة من منزلهم. لكن عندما فهم الأمر صدم، لأنه قال لو رأت شيناتسو تدخل إلى منزله فذلك سوف يسبب مشكلة كبيرة، لهذا عليه أن يبعد هنا عن منزله قدر الإمكان. لهذا قال لها أن عليهم أن يسرعوا قبل أن يجدوا المكان مزدحم، لكن هنا كل مرة تجد سبب لكي تتباطأ، حتى أنه كان يبدو أنها تتعمد ذلك. بعدها هي كانت تريد حلوى تاكياكي، هو قال لها لو كانت تريدها سوف يشتريها لها، لكن هي قالت له أنها لا تريد ذلك، فهي لديها يوم واحد لتأكل فيها الحلوى، ولو أكلت الحلوى الآن فذلك سوف يزيد من وزنها، وإذا زاد وزنها سوف تقل رشاقتها، وهي عليها أن تتدرب بشكل جدي وأكثر فعالية لكي تصل للبطولة. هو تفاجأ من هذا الأمر وقال أن صرامتها مع نفسها يدل على أنها قوية حقا، وهذا هو الأمر الذي يقف بينه وبين من هم أقوى منه. وعندما يرى أنها أيضا في هذا الجانب فذلك يجعله يرى بأنها تبدو رائعة جدا. هذا الأمر فاجأه وسألت هي هل أصبحت عاطفي فجأة، لكن هو قال لها أن تتوقف عن ذلك، فهي التي تتصرف بغرابة، لهذا هو لن يمدحها مرة أخرى. بعدها أكملوا طريقهم، لكن هي فجأة بدأت تحاول أن تجعله لا ينظر للخلف، وجاءت أمامه وبشكل مفاجئ هو نظر خلفه ليجد أن شيناتسو ذاهبة في الطريق مع ذلك الشاب الذي يلعب معه كرة الريشة، ويمكن القول أنه خصمه هاري. وهذا يعني الآن أن تايكي أصبح لديه أكثر من سبب لكي يفوز على هاريو. لتنتهي الحلقة الثانية من الأنمي. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع، ومرة أخرى أعتذر لو كان الصوت سيء لأنني لازلت مريض. إضافة إلى ذلك لو كنتم تريدون مشاهدة الحلقة بدون تلخيص سوف تجدونها في قناتنا على التليجرام، رابط القناة في الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت وملتقانا.